نسرو تحكم فينا بلاد الموت، كل يوم تسمع دفينا ماه في الويت، البارح كروس فينا رب العباد شنو اللي صاير فينا، اتعلموا شكون قتلوا يا حكومة، شكون المسؤول علي ماتوا في كرذونا، ماهي في الويت البارح كروس فينا رب العباد شنو اللي صاير فينا، بلاد الهينا شبابها في الجبنا، والدين حزينا الرحمة يمولينا، كورتاج الموت هز اخوتنا ونسينا، ربي موجود لحسب يوم القيامة. حملة على الفيسبوك يطالبوا فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد، قالوا له الوقتاش يا سيادة رئيس الجمهورية وانت تقول باش نحاسبوا الخونة باش نحاسبوا المتآمرين على تونس، راهو الشعب تعب، شنو رأيك؟ أنا واحد من الناس مهبط على الحكاية ذا، خاطر بالرسمي هو قال باش نحاسب الخونة باش أول عباد تبدأ بهم اللي تحتك في الأحزاب وكل حاجات هذيكم طيرهم فساخهم عشعينا بالأحزاب في تونس، خلنا نعيشوا ولا بالرسمي نحوها حتى قيس سعيد خلنا نعيشوا كيك، لا رئيس لا والو. ليش رئيس؟ ليش رئيس؟ إيش عاملنا هو؟ بالرسمي إيش عاملنا؟ تعرفوا كان تحكموا واحد يسرق يعمل براكاج منيش من الهم اللي نعيشوا فيه؟ لا احنا انتخبنا قيس سعيد باش حل البرلمان، البرلمان هو راهو سبب الخراب في البلاد هذيا الكل، أنا طالبوا باش حل لنا برلمان كاو. هذه غلط الكل من الشعب في الانتخابات، في الانتخابات مش العباد تنتخب في رئيس الجمهورية، والانتخابات نتاع الأحزاب هذيك هي المهم فين، هي في الحزب اللي باش يحكم مش رئيس الجمهورية، وصلاحيات الكل باش يرجع رئيس الحكومة، وديما تلقى الأحزاب هي اللي تحكم. أنا نقول للشباب التونسي ونقول للشعب التونسي اللي فد، فهمتني يا شباب يا شعب، راو رئيس قيس سعيد راو ماهوش منه، فهمتني، راو رئيس راهو انسان سريكت نظيف وطني، فهمتني، لكن ما نجمش يخدم، ثم عصابات في البلاد ما خلت ما تخليهوش يخدم. قبيك كان يحكي فيها سيد وقفت نحكيه مع بعضنا كل شيء، اللي هي شانتي كبير ومرمى ما نجمش يقد كل شيء في لحظات، معناتها هو اللي عامل اللي عليه، وتنجم تقول احسن رئيس توا جينا الى حد الان، برشا عباد معناتها الخفية معناتها هو قاعد يقد برشا حاجات، لكن الحكايه كبيره طويله، معناتها باش يصلح برشا حاجات ما يطلب وقت، معناتها هو ما نجمش يعمل اللي اكثر من طاقته، هو قاعد تشن يعمل نعشى باش نقولها بملخص برك بنتج انت خاطر من هو قاعد يعمل في كادر نتاع منظومه فاسده باش نصلحها ونحيها ونبدا من جديد، قاعد يعمل في نقولوا احنا تنظيف عام وبعديك باش يبدا التصليح، التصليح ما يبداش كان بعد ما تنظاف الدنيا. هذه الحكايه تاخذ شويه وقت، هو عنده الحق هو يخدم على روحه ربي عينه، فهمتني كيفاش، وهذاك رئيس الدوله ونحن انتخبناه ولازم التوانسه الكل يحترمه، ما تجيش تطلع في التلفزه وتقول له يا قيس سعيد صايب الزطله موش صاحبك، هو باش تقول له هكاك، نحن نحترموه وكل شيء خاطر هو رئيس جمهوريه هذاك في وجوهنا الكل، اما شويه وقت معناه باش يحسنها، ما ينجمش يشدهم معناه مش مجرد كلام هذا باش يحط ناس في الحبس ونحن نحينا القمع باش نرجعوا للقمع، فهمتني، ماذا بينا نحن نشدهم معناه السراق الكل اللي خانوا البلاد. انا رايي كيما رايه، خاطر هو معناها كيف باش نفسر لك، انا رئيس الجمهوريه ديما يقول باش نحاسبوا اللي يتامروا على الدوله ويتامروا على تونس. اي انا هو رايه صحيح، اي ما هو ما عمل شيء كان كليم قاعد يقول فيه، ما عمل شيء لحد الان، ما مرينا شيء جديد، نفس المعبوكه كل يوم وكل شيء كيف يعني كي بعض. اما ذا بيه ماشي عمل على نقولوا بدنا نقول شو فيه من هذوك، خاطراش شفت شعب تونسي هذايا، شفتي هما تو الميض نتاع الجامع تو مسكر، بيت ربي ما تلفتوش ليها باش تلفتوا للشعب، هذيك هما تو الميض نتاع الجامع تو مسكر باش تلفتوا هما تو للشعب، راهو هذي سوا، هذي حد منا مخ. انت اليوم كشاب تونسي شنو طلباتك؟ احنا طلباتنا احنا سيرتو شباب، فما حاجة في البلاد هذيا انه البريفي ناسينو على الاخر، الخدم البريفي ناسينو على الاخر، ماذا بينا احنا يدور جماعة الاتحاد والدولة الكل تتلاقى شوية بالبريفي كما يتلاقى بالوظيفة العمومية، فهمني هكا
أبار إنهم يشوفوا ما حل البطالة وكل شيء. ما بين المطالب اللي حكيوا عليها قولوا له زاد رئيس الجمهورية راهو الشعب فد. أنت فدت؟ شكون؟ كرا العبيد فيد نفد. انا فما واحد هو مش فيد توا اللي تولد عمره نهارين يقول لك راني فيد ونحب نقطع من البلاد هذيا، مش انا برك، الناس كلها فادت، امي عمرها قريب 80 سنه فاده، ما فماش واحد تونسي ماهوش فاد. فهمتني؟ يخزر هاو شباب تشوف فيه ها لاباس عليه السيد، قول له اش تعمل؟ يقول لك اني قاعد، ما شافوش حل الشباب، ما شافوش حل للناس، ما عاونوش اللي مساكن ما عندهمش، معناها ما عملوا حتى شيء. تسمع نار كاملة وسرقها والآخر ساك فلوس سرقها ومشي هربها والآخر معناها ديما تسمع كاين الحاجات الخايبة في تونس. بالطبيعة متقلقة متقلقة من الحكومة، أنا مش متقلقة من قيس سعيد راهو، فهمتني؟ خاطر قيس سعيد راهو وحده ما نجم يعمل حتى شيء، وإنسان مضغوط عليه راهو، فهمتني؟ مضغوط عليه. فهمت؟ وكما قلت لك ثم ناس ما خلتوش تخدم، ثم عصابات في البلاد ماهيش ما خلتو تخدم. لا مش متقلق، لا الحمد لله. مادام واحد متعلق بربي سبحانه، فهمت ولا؟ هو مرتاح. أعز حاجة في الدنيا، فهمت؟ أما حبيت نقول حاجة لك الرؤساء. راكم جي نهار، جي نهار، راكم باش تهزوا كان 100 قماش باش تجيبوا لي البر. هذه هو خنار، باش نقول لهم كلمة واحدة. قول لك اعمل ما شئت فانك ميت. خي اكيد احنا الناس الكل تو في تونس، الناس الكل ستريسي ومضغوطه على الاخر معناها، فهمت؟ انت سبيسيالمون مناش ستريسي؟ والله ستريسي انا من الخدمه من العيشه من كل شيء معناها، فهمني؟ هذاك مناش ستريسي. لا انا نقول الحمد لله، معناتها انا انسان متفائل، من عمري ما نغزر لتونس باهيه، وتونس لازمها رجال توقفلها، لازمها صبر، لازمها عباد تحب المسؤولية كما الرئيس نتاعنا ربي يبارك له، وواضح هذا عند الناس الكل، حتى اللي مش مساندينه كلامه، هما جست عنده مشكلة مع كلامه كيف يتكلم، هذيك اللغة نتاعنا، الناس بركة مش فاهمتها، لغة التوانسة الأصلية هي اللغة العربية، ولهجتنا التونسية. اللهجة احنا نحكيو الواحد، لكن لغتنا العربية، وكلام الرئيس مفهوم، بركة هما الناس مش مستانسين بالعربية. لكن هو معناتها بلغتنا نحن منتج بعض، خاطر برشا كلام زايد هذا، معناتها في برشا حشو. معناتها هو قاعد يعمل اللي عليه، وانا واحد من الناس، وبرشا كل تسالهم تنجم تقول هو باقي نقولوا احنا الضوء البسيط اللي مازلنا نراو فيه في الباهي في كل شيء، معناتها بريسك المنظومه كلها الناس كل تعرف اللي هي منظومه فاسده، هو قاعد يحاول يصلح. الحكايه تطلب برشا وقت وبرشا صبر، وهذيك هي انا نحسه قاعد يعمل في واجبه. راه برشا حاجات انت مانيش امور سياسيه ما نفهمش برشا، ما نعرف قاعد يطبق في برشا حاجات، وقاعد واقف على حاجات معينه لازم ينحاها. شعب قلق وفد وتيقر وفقر وفرعنا بالرسم. نحكيو عليك انت، مناش فديت؟ انا مناش فديت، نحب نحرق. تحب تحرق علاش؟ نحب نحرق خاطر ما لقيتش حقي في تونس. شنو هو حقك اللي تحب تلقاه في تونس؟ نحبوا نعيشوا مرتاحين بالرسمي، نحبوا نلقوا خدم باهية تصلح، نلقوا برشا حاجات تنفعنا بالرسم. شنو هو الخدمة اللي تساعدك في تونس؟ أنت باش تخدم مرتاح، تعيش مرتاح. أنا ما خليتش على روحي، نرضى باللي كتب، نحب نخلص حقي كامل. يحكي لي أنا يقول لي نحب نحرق، كلها تحب تحرق، أما شنية؟ تحب تصنع جيل صحيحة من المدرسة، من المدرسة هذاك اللي ما عندوش حق سبيدري، تخلو سبيدري، هذاك ما عندوش حق ساك، تخلو ساك، ما عندوش أدوات، تخلو أدوات، مو غاديك يصنع تصنع العبد، عبارة الكهرباء، أنت خذيت كهرباء ما تصلحش، خلقت كهرباء في دار ما تصلحش، أنت باش تخرجها باش تاخذها عبد، تحب العبد تشوفها باهية، فهمتني؟ وأنت هذاك العبد مولا الكهرباء هو رئيس الجمهورية. ياخذ الكهرباء هذيك ويصنعها ويطورها ويردها الكهرباء تصلح، فهمت كيفاه؟ هذاك هو العابد. قل للشباب ونقول للشعب وهالحمله اللي عاملينها على قيس سعيد، فهمتني؟ اللي عاملين بها الحمله على قيس سعيد، فهمتني؟ اعملوا بها حمله على الناس اخرين، على مثلا على الحكومه، فهمتني؟ اللي كل مرة جاية حكومة ما عملت شيء، فهمتني؟ لوموا على الحكومات، لوموا على مجلس النواب، فهمتني؟ اللي قاعدين يتعاركوا ويتضاربوا
ويتلافذوا الفاظ سوقيه وحاله حليله وقاعدين وهما ياخذوا في شهريه، فهمتني؟ هكاك حرام بالحق حرام، فهمتني؟ فهمت؟ الشباب قالوا يمشي يعمل حمله على مجلس النواب 6 ملايين اللي ياخذ فيها في الشهر ولا 10 ملايين، ما يسالش ينقص من شهريته ويعمل لك اللي كنت موت من الشغل. اول حاجه نقول للشعب يخدموا على ارواحهم ويحاول هو اخويا يتبع، ما ينجمش في ليله ونهار فزاد هذاك كيما نقولوا نتاع 80 سنه يجي هو في نهار يا اخي باش يجي يحط الناس في العبس ويقتل عباد تحب وكيكه، معناها تشنع الدنيا، معناها لازم بشويه بشويه هذه امور راهي تتاخذ بشويه بشويه، معناها ما تنجمش وهو يخدم على روحه ربي عينه. صحيح فما في الصيد في المجلس، اما راهي بشويه بشويه معناها الامور هذه اللي يشدوه بدوس يكشف، فهمتني؟ او شدوا سامي حطوه في الحبس او حطوا نبيل القروي، معناها اللي يشدوا عليه قيد نتاع فساد القضاء ياخذ مجرى.